دارة مزغة لب على كد حالهم. تمام. الدار الاولاني ده من زمن يعني من بتاع 15 ل 20 سنة، مبني ببودرة وتسليح اللي هو مش تسليح عز يعني، اللي هو طلع جديد، ومبني عليه دور تاني برضه نفس النظام. الدور الثالث عاد مبني حديث اللي هو اسمنت جديد وخرسانه، بس تقلت عليه يعني البتاع ان هم ما عندهمش مكان يقعدوا فيه، ناس غلابه على كده حالها. تمام. فهو الدور الاولاني اللي من تحت مبني عادي خالص، فهم الظاهر عندهم مجانين بهيم تحت، فرشحت تحت الحيطان، فهي اللي خلت البتاع نزلت لتحت الحيطان وقعت لتحت. اه بالظبط هي ايوه هي اللي خلت الحيطان، وهم عم كده يعني رشحت حواليها كده بتتملى بسرعه، فبننزعها وكل فين وفين بتنزح الناس دلوقتي الميه، فرشحت حوالين اللي هي الحيطان فوقعت بيه. دلوقتي ما عندهمش مكان اساسا غير المكان ده، هوت ديت ناس غلابه خالص، ما عندهمش مكان غير المكان ده خالص. هما كام البيت وهي الساعه كام؟ البيت دي 13 متر، وقع 9 الصبح. 9 الصبح. ضحايا كام بقى؟ 2 3 3 كم مصاب طبعا؟ مصاب 3 برضه. 4 مصاب. 4 لا ما فيش 5، 4. لسه في واحد ثاني. هم اساسا 8 اللي تحت.